غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. سلام ونعمة، أهلا حضرتك. أهلا وسهلا أبونا دميان، الرب يباركك العظيم يا أبونا. نشكر ربنا بصلوات حضرتك وبركتك. شاكرين يا فندم، شكرا على أدبك وسعة صدرك يا أبونا، يعني ده اتضاع من حضرتك يعني. لا العفو معك أبو معك أبو مريم من أمريكا أبونا دميان. إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ نحمد الرب. أبونا دميان. كنا عاوزين ناخد بركة، بس كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت يا أبونا، لو سمحت يعني. عينيا. شكرا على سعة صدرك يا أبونا. البابا تواضروس ليه كتاب، والكتاب مسمى يعني في أمريكا ومسمى على التواصل الاجتماعي، يعني عمل ضجة ضخمة جدا جدا. الكتاب اسمه مفتاح العهد الجديد. الكتاب حضرتك تقرأه تحس اللي كاتب الكتاب مش البابا تواضروس، تحس اللي كاتب الكتاب عالم من علماء النقد الكتابي أو النقد النصي. يعني على سبيل المثال يا أبونا، في صفحة 167 بيقول إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من العدد 1-18 مضاف. طبعا ده كلام خطير يا أبونا، لأن طبعا واحد في البدء كان الكلمة. طب أنت عند حضرتك وقت؟ أيوة. عشان أنا عندي تقريبا الكتاب ده. أيوة أنا معايا، عندي وقت، اتفضل. إيه المشكلة يا أبونا؟ طيب افتح 167، صفحة 167 الجزء الأول. حاضر، دقيقة واحدة هجيب الكتاب. تيك يور تايم. مفتاح اللي هو الجزء ده، ما عندي مفتاح العهد الجديد الجزء الأول اللي بشتريه طبعا. اوكي، صفحة 167. صفحة 167. يب. حاضر. هللويا، بريز ذا لورد، هللويا. مية سبعة وستين عندي موجودة. نعم. انهي 167 حضرتك. خلينا حضرتك هقرا لحضرتك وانت راجع معايا. انا اقول لحضرتك بس ان بيقول ايه. إننا ايوه بالظبط كده، اننا يمكن ان نجمل ما سبق بان الانجيل كان هدفه رعويا لتعميق ايمان المسيحيين انفسهم، اذ يرسم الخط الذي يربط بين مسيح التاريخ والمسيح الرب، اي بمسيح الكنيسه الذي يستمر في تجسد الكلمه، ولكن بصفه عامه يعتبر الانجيل اكثر شمولا بين كل الانجيل، رغم انه تعمد الاختصار بسرده اذ بناه يوحنا الرسول على اساس لمحات قصيره موجزه تتناوب مع ايات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. ونلاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمه. دقيقه واحده يا ابونا بعد اذنك، بس دي واحدة. اتفضل حضرتك. شاكرين يا ابونا. الشاهد اللي انت هتقراه الوقت، الشاهد الان اقرا الحاجات دي كده بتمعن اللي هو هيقولها الان. لمحات قصيره موجزه تتناول مع ايات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. نلاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمه، اي يوحنا واحد الجزء الاول 1-18 يبدو كتاب يهوديا لو احنا المقدمه، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني. ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك. لماذا؟ لم يقل لوحي، لجذب مزيد من القراء، يقصد اليونانيين. كذلك الإصحاح الأخير 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20-30-31. الكلام اللي بيقوله البابا حرفيا نفس كلام علماء النقد النصي، إن إنجيل يوحنا المقدمة من 1-18 مضافة مش كلام يوحنا، وإن الإصحاح 21 اللي بيقول التلميذ اللي بيحبه يسوع هو اللي كاتب برضه مضاف حرفيا. والبابا كمان بيأكد الكلام ده، بيقول لك إيه؟ يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20-30-31. لماذا؟ لو حضرتك ترجع ليوحنا يا أبونا 20-31، وإما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح
ولكي تكون لكم اذا امنتم حابي اسمه. كل علماء النقد النص او النقد الكتابي بيقول لك انجيل يوحنا بينتهي بهذا النص الاصحاح 21 مضاف. بيقول الاصحاح مضاف. بيقول 1-18 مضاف. الكارثه يا ابونا ان 1-18 اولا فيها إن في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان كلام الله. طبعا دي مهمه جدا. دي كارثه. ودي بنصليها في صلاه باكر. ايوه. بالاضافه صلاه باكر انجيل باكر هو ده انجيل باكر. اه بالاضافه حضرتك بالاجبيه. اه بالاضافه يا ابونا كمان مصيبه كارثه ثانيه انجيل يوحنا الاصحاح الاول العدد 14 وصار الكلمه جسدا يعني التجسد. ومش يا ريت يا ريت يا ريت كده بس يا ابونا بيقول كلام مثلا على قصه المراه الزانيه اللي هي موجوده في انجيل يوحنا اللي مسكت في الذكر فعلا. ايوه اللي هي موجوده حضرتك في انجيل يوحنا تبدا من 7:53 وبعدين انجيل يوحنا 8:1-11 الكلام اللي بيقوله هو نفس الكلام اللي قاله الاب متى المسكين في كتابه تفسير انجيل يوحنا الاصحاح الجزء الاول صفحه كام؟ ده متى المسكين 509. اه متى المسكين يا انا قدامي الاصحاح 7. اه لا 7 القصه بتبدا من 53 اللي هي في انجيل يوحنا وبعدين انجيل يوحنا 1-11 متاسف انجيل يوحنا 8 من العدد 1-11 قصه المراه الزانيه. فمثلا متى بيقول الكلام عندي يسوع مع المراه التي ارتكبت في الخطيه اللي هي مسكت انزل صفحه 276. مظبوط كده احسنت يا ابويا. فهنا البابا بيقول ايه؟ يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه في بعض المخطوطات الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للحلال الخلقي او انها ذريعة للاباحية كما يقول اغسطينوس. اما الاباء في الشرق فقد كانوا اكثر تحفزا وامتناعا شرحها او حتى الرجوع اليها او ذكرها بالمرة مثل اورجانوس ذهبي الفم وكبريانوس. نفس الكلام هنتلاقيه في كتاب تفسير انجيل يوحنا الجزء الاول متى المسكين. متى المسكين دول يكشف هؤلاء الاباء صفحه 509 عن غياب هذه القصه في المخطوطات الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام هذه القصه كمشجع للحلال الخلقي بما حاجه بهم الى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. وكان المرجع بتاع الريفرنس اغسطينوس ديدي بيلادوس المجلد الثاني صفحه 17. انا جبت الصفحه 276 وهو فعلا بيتكلم عليها وبيتكلم من خلال قصه المراه التي امسكت في الزنا. ايوه بعض الاباء في الغرب اكدوا هذه القصه امثال جيروم واغسطينوس وامبروسيوس. ايوه ويقرؤون هذه القصه في 8 اكتوبر من كل عام تذكار عيد القديسه بلاجيا. لكن في الغرب المشكله في ايه؟ المشكله يا ابونا في ايه؟ أورجان الذهبي الفم كبرياس من اكبر علماء الكنيسه من اباء ما قبل نقل طبعا رفضوا ده لا اهو اهو رفضوا ايه؟ اهو رفضوا ايه؟ اسمع حضرتك رفضوا الكلام ده رفضوا القصه تماما. البابا بيقول اهو ثواني بس يا ابونا يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه في بعض المخطوطات الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام القصه كمشجع للحلال الخلقي او انها ذريعه للاباحيه. واللي قال الكلام ده اغسطينوس ضد بيلاجوس المجلد الثاني صفحه كام كما ذكر متى المسكين 17. الان بيقول اما الاباء في الشرق ودي مهمه جدا اورجانس مؤسس اللاهوت في اسكندريه اما الاباء في الشرق فقد كانوا اكثر تحفظا او فامتنعوا عن شرح او الرجوع اليها بالمره او حتى ذكرها بالمره امثال اورجانوس ذهبي الفم كبرياتوس. المشكلة هنا دي اكيد ان قصة المرأة الزانية غير موجودة في اقدم المخطوطات وصحها. والموضوع يا ريت الموضوع على كده وبس يا ابونا. ده مثلا على انجيل بيتكلم على انجيل مرقس بيقول انجيل مرقس بيقول ان هو عبارة عن كتاب اهو صفحة رقم ثواني صفحة كام صفحة 125 مفتاح العهد الجديد 125 يعتبر سلسلة من الروايات القصيرة الخالية من الروابط الدقيقة. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟
سلسلة من الروايات القصيرة الخالية من الروابط الدقيقة. فين الوحي؟ فين الوحي؟ فين وحي الروح القدس؟ 125 أنا معاه مع طبيعة الإنجيل بالظبط كده من طبيعة الإنجيل ولا من طبيعة الإنجيل حضرتك بتقول النص المرقسي هو أقدم النصوص الإنجيلية. أنا درست في أنا كليريكي مسائي كنت والإنجيل معلمنا مرقس أقدم إنجيل ومنه أخذوا الآباء الكتابات يعني حضرتك ده أول إنجيل اتكتب إنجيل معلمنا مرقس عارف حضرتك كده طبعا طبعا حسب رأي علماء المسيحية إن أول إنجيل تم تدوينه هو إنجيل مرقس هذا كلام صحيح هناك اتفاق بالإجماع على هذا الكلام لكن المشكلة البابا بيقول إن هذا الإنجيل سلسلة من الروابط غير الدقيقة ده يعني مش روابط القصير خلينا روابط الدفع حيث تبلغ رواية الألام ذروة الكتاب نعم النقطة الثانية بالرغم إن المفردات اللغوية قليلة وغير متنوعة خالية من الكلمات الفنية إنها إنه ذو سمة تصويرية يقدم الأحداث بصورة حية وبعنوان زي قد وضع تنبية لحاجات الوعظ أو التعليم المسيح الرد على الخصوم أو الطقس في الكنيسة كما تلاحظ أن الإشارات الجغرافية هذه تنال على أن الكاتب كان يعرف تماما المعالم الرئيسية للبلاد الأخطاء الأرشيون حاجات تفضل حضرتك معلش أبونا بس كنت عاوز أخذ بركة بس حضرتك دارس إيه أنت أبونا أنت معاك يعني دكتوراه في اللاهوت أو معاك لا ولا دكتوراه ولا حاجة أنا راجل غلبان على قدي لا بس حضرتك بتقول دارس انت بتقول خريج الكليه الكريكيه يا ابونا مسائي كنت مسائي انا كنت شغال وكيل مطار القاهره وكنت ضابط مراقبه جويه وبعد كده درست مسائي في البدايه وبعد كده ربنا اخذني لبيت الدعوه وبخدم ربنا دلوقتي ربنا يدينا بس ابونا عايز اقول لحضرتك حاجه في حته عجباني القديس اغسطينوس اتفضل بينما يبحث العلماء والفهماء عن معدن مفتاح ملكوت السماوات ايوه يكون البسطاء قد دخلوا منذ زمان نعم زي ما بيقول الكتاب المقدس وعلى فهمك لا تعتمد زي ما طبعا زي ما بيقول الكتاب لا عايز اقول لحضرتك حاجه الله بسيط وحب البساطة أيوة. احنا ايماننا بالبساطة والتسليم نعم. واثقين ان الهنا القدوس تجسد ونزل وفدانا وخلصنا ودفع الدين عنا ولولا هذا الفداء ما كان لنا نصيب في فردوس النعيم لولا هو جه بس فضل. في مشكلة يا ابونا في مشكلة معلش اعذرني يعني اتفضل يعني اي واحد من عوام من العوام يقرأ هذا الكلام هيحصل شك في العقيدة لان بص يا ابونا لا هو ده الكتاب ده عامله للكلية الكليريكية عامله للكليريكيين مش العوام الكتاب موجود معلش انا فاهم حضرتك لكن الكتاب موجود على الانترنت دلوقتي الكل بيقراه الكتاب موجود الكتاب عامل ضجه على السوشيال ميديا دلوقتي على الفيسبوك والتويتر وسناب شات الكتاب عامل ضجه كبيره جدا جدا مثلا شوف هنا مثلا طبعا ليه حق لان كده بيشكك الناس في العقيده معذره يا ابونا لان دلوقتي لا ليك حق طبعا يعني ان واحد يقرا طبعاً. هذا الكلام مع هذا الكلام اعتراف بالتحريف اما يقول ده مضاف هو ده تحريف بزياده المصيبه والكارثه لو تقرا مثلا مفتاح العهد الجديد صفحه 66 صفحه 66 بيقول في ايه العناوين يعني مثلا انجيل متى منسوب لمتى لوقا مرقس او كده بيقول ايه هناك عناوين مختلفه تعطي للبشائر خد بال حضرتك وان كان يبدو ان هذه العناوين وضعها النساخ ولم تكن منذ البدايه هذه العناوين يعني هناك عناوين مختلفة تعطي البشر وإن كان يبدو أن هذه العناوين وضعها النساخ ولم تكن منذ البداية منها حسب متى والإنجيل حسب متى والإنجيل حسب متى أنت فهمت يعني هو بيقول فاهم أنا فاهم حضرتك لا يا ابونا هو يقصد العناوين اللي كتب متى أو لوقا أو مرقس المخطوط عايز أقول لحضرتك حاجة هو الإنجيل كان كله مكتوب
ما كانش متعامل شابترز كفصل، يعني ما كانش الاصحاح الاول الاصحاح الثاني الاصحاح الثالث الاصحاح الرابع، ومحطوط كله منسوخ جملة. صحيح معايا حضرتك؟ كلامك صح، ده اللي خدناه وما كانش فيه فقرات كده. كلامك صح، اتفضل. ما كانش فيه نصوص، لكن هذا ليس الشاهد. الشاهد هنا هم النساخ، هم اللي نسبوه لهؤلاء الاشخاص. يعني معنى هذا الكلام الكتبة غير معروفين، لكن اللي قال كده هم النساخ، اللي كتبوا كده النساخ، يعني هم اللي نسبوا هذه الكتب لهذه الأسماء، ودي مشكلة. ده كلام لا هو حضرتك، لا هو طبعا ده كلام حضرتك، لكن هم كانوا، انت عارف حضرتك، في كنا بندرس في العهد الجديد. ايوه يعني ما يثبت ان متى هو كاتب انجيل معلمنا متى، ماركوس هو اللي كاتب انجيل معلمنا ماركوس. ايه ده؟ طيب. ايه الشواهد والدلائل؟ طب ممتاز. اتفضل. ممتاز يا ابونا. طب انت حضرتك درست في الكليه الاتريكيه، والكليه الاتريكيه في تعليم اللي انت كيف تنسب الانجيل الى صاحبه. ناخدها واحد واحد يا طبعا. ممتاز ممتاز. واحده واحده. انجيل متى، كيف تنسب انجيل متى الى الحواري، الى التلميذ متى متاسف؟ اتفضل. اللي اقول لحضرتك، انا طبعا مش فاكر كل الحاجات، لان انا طبعا. انا عجوز شويه، انا 70 سنه يعني برضي دارس من زمان. الله يديك الصحه والعمر. الله يديك. واخد بال حضرتك، بس انا فاكر التعليق على الحاجات دي. في بعض اولا، في بعض المخطوطات بتدل على ان ده اللي كاتب، في بعض الشواهد من القرون الاولى بتدل برضه على ان ده الكاتب. واخد بال حضرتك؟ تسمح لي يا ابويا؟ ده ليها تعليق كتير يعني على الموضوع ده حضرتك. اسمعني يا ابونا بس، الرب يباركك. انا اولا انا بشكرك على ادبك وسعه صدرك، يعني بصراحه لا انا حاجة. اي حد فوق راسي من فوق. لا لا لا، انت في قمه الادب وقمه الروعه يعني. لا تعيش تعيش. اسمح لي يا ابونا. كانت البركه. اسمح لي يا ابونا بعد اذنك، يعني انا راجل دارس الموضوع ده بقالي اكتر من 30 سنه في الموضوع ده. ابونا انت حضرتك اشتغال ايه؟ انا راجل باحث، يعني راجل باحث ودارس في الموضوع ده كويس جدا. يعني حضرتك ممكن كمان اسمعك نصوص من الكتاب المقدس، يعني حفظ. لا ما انا شايف ان حضرتك حاجه جميله يعني، بس عايز اقول لحضرتك، حضرتك اشتغل في امريكا في المجال الديني يعني؟ نعم انا نعم انا واعظ، تقدر تقول انا واعظ حضرتك دلوقتي يا ابونا. لو نرجع للاربع واعظ انجيلي واعز. صح ولا لا؟ ايوه انا واعظ انجيلي يا ابونا. لو حضرتك لو انا فهمت من لغتك حضرتك، فهمت المشوار نفسه. نعم يا ابونا. تفضل حضرتك. يعني يا ابونا لو رجعنا للانجيل مثلا، يا ابونا لو رجعنا للانجيل. تفضل. نعم لو رجعنا لانجيل متى، ما في اي دليل الكاتب متى، بالعكس ده في دليل ان الكاتب مستحيل يكون متى. فين يا ابونا؟ ارجع لانجيل متى الى اصحاح 9 العدد 9، متى 9:9، وفيما يسوع ممتاز من هناك. خد بالك انا بقول لك من الذاكره. راى انسان انا عند مكان الجبايه اسمه متى. لاوي لاوي. ثواني بس يا ابونا. فقال لا اتبعني، فقام وتبعه. يا ابونا الشخص اللي كاتب هذا شخص بيقول الحوار الذي دار ما بين يسوع والتلميذ متى، لان لو متى كاتب هذا الكلام يقول وفيما يسوع مجتاز من هناك رآني انا متى جالسا عند مكان الجباية، فقال لي يسوع اتبعني، فقمت انا وتبعته. هذا ليس متى. نفس الكلام حضرتك يا ابونا لو نرجع لانجيل مرقس. انجيل مرقس يا ابونا في 16 اصحاح ما في اي دليل اطلاقا من هو كاتب. لو نرجع لانجيل لوقا، انجيل لوقا واضح جدا جدا بقى. انجيل لوقا لانه اللي كاتب اعمال الرسل كاتب لوقا. انا البدايه ونفس الركيز. انا اتفق معايا حضرتك. انا اتفق معاك، الكاتب واحد، لكن اين الدليل الكاتب لوقا يا ابونا؟ اديك مثال. كاتب انجيل لوقا بيقول ايه؟ اذا كان كثيرين قد اخذوا بتاليف قصه في الامور متقنه عندنا كما سلمها ليلى الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمه، رايت انا اتتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحه هذا الكلام. الكاتب
الله اعلم ما حد عارف هو مين. نعم منسوب الى لوقا لكن الكاتب لم يذكر اسمه والكاتب كمان لم يقول انه هو واحد. الكاتب بيقول دي رسائل يعني خطابات يعني زي ما بنقول باللغه المصريه العاميه جوابات، واحد بعت جوابات لشخص من سوفيلوس عشان يعرف قصه يسوع. ما فيش دليل. نفس الانجيل، انجيل يوحنا، انجيل يوحنا عندك 21 صفر. المشكله ان البابا تواضروس قال لك الانجيل يوحنا الاصحاح 21 مضاف. الانجيل يوحنا الاصحاح 21 اللي مكتوب فيه اسم الكاتب، موجود فين اسم الكاتب؟ العدد 24 بيقول هذا هو التلميذ، اي التلميذ الذي يحب يسوع، هو الذي يشهد بهذا وكتب هذا. تمام، جميل جدا. اولا حسب كلام البابا الاصحاح ده مضاف. الكلام اللي بيقوله البابا برضه ذكره متى المسكين، ان ده راي علماء الكتاب النقد النصي. بالاضافه يا ابونا ان في مشكله كمان، العدد 24، العدد 24 اللي بيذكر فيه اسم التلميذ العدد ده كمان مضاف. واللي اكد الكلام ده كمان مين؟ لو ترجع الى تفسير تدرس يعقوب ملطي اشار الى هذا الكلام. فانت عندك اربع. انا عندي تفسير. انا عندي التفسير كمان. اذا هنا يا ابونا ابونا تدرس يعقوب ملطي بيعتمد على الابائيات. ماله يا فندم؟ انت عارف حضرتك. ماله؟ بيعتمد على الابائيات. ايوه. بيعتمد على الابائيات. وبيعتمد كثيرا عن القديس يوحنا ذهبي السنه. مظبوط. لانه بيحبه جدا. انا اجري وجي 100%، كلامك صح 100%. فالمشكله هنا يا ابونا، لا المشكله هنا ان ما في اي كتاب بيقول اسم الكاتب. وفي نقطه، لو قلنا دي اتضاع من الكاتب طب هل الكل متضع؟ ما فيش واحد ذكر اسمه؟ مستحيل يا ابونا يعني. فالكتب غير طيب. انا اتفضل. انا يعني اخلي حضرتك تتصل بيا تاني مره تانية، اكون خليت واحد من الكليه الاكليريكيه بيدرس عهد جديد هيجيب لي ما هي الدلائل والقرائن التي تدل على كاتب انجيل معلمنا متى هو متى، وانجيل معلمنا مرقس هو مرقس، والحاجات دي. وهجاوب على حضرتك على السؤال عشان بواحد اثنين ثلاثة. طب انا عندي فكرة. معلش عشان. لا لا انا ما عنديش مشكلة. طب. يا ابونا. لا ما عنديش. عند حضرتك فايبر. دي واحدة بس يا ابونا، دي واحدة. دي واحدة. لو في امكانية يا ابونا الرب يباركك اديني الرقم وانا اتصل بيه مباشرة. يبقى افضل. لا يعني. اما انا افضل يعني. انا مش حافظ ارقام، مش حافظ ارقام. طب انا اقول لحضرتك حاضر. يعني انا اقول لحضرتك. انا يعني اللي حضرتك يعني ده تليفوني وعليه فايبر. طب دقيقة واحدة يا ابونا. اتكلمنا عن الفايبر عشان ما كلفكش. لا دقيقة واحدة بس يا ابونا. دقيقة واحدة بس يا ابونا. دقيقة واحدة يا ابونا. انا مع حضرتك. انا هقول لك اسم واحد يعني يعتبر علم من اعلام الكنيسة وتقريبا تنيح السنة الماضية. اكيد تعرف. الدكتور العلامة موريس تواضروس. أكيد تعرفه. طبعًا عارفه. درسني. ده أكيد درسني. درسني العهد الجديد. يا ريت درسك. درسني مادة العهد الجديد. نعم، وليه كتاب اسمه مدخل العهد الجديد. ممتاز؟ ممتاز. مش درس لك أنت بس. هو ده في الإجابة بتاع حضرتك. ممتاز. لأن هو درس لنا الحتة دي. ودرس للأساقفة كمان، معظم الأساقفة متخرجين. طبعًا. ممتاز. ده أستاذ الكل. أستاذ الكل. أنا اتصلت بيه. راجل بركة، راجل بركة. اتصلت بيه يا ابونا وقلت له، قال لي معلش معلش يا ابونا انت متخصص، انت راجل عالم، انا عاوز استفسر منك من ما معلش 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 واغفر. قفل التليفون. مش واحد من طلاب الكليه الاكريكيه، ده مدرس. الراجل مات عنده حاجه و90 سنه، متخرج اجيال اجيال متخرجه من تحت ايده، الاساقفه كلهم من تحت ايده. قال لي معلش معلش. انا عارف كده. ورفض رفض. قال لي لا لا لا. ما هو ده ليه كتاب؟ ده هو اللي بيدرس العهد الجديد، ده شغلته. طب المدخل اللي هو لحضرتك دوت. شوف يا ابونا. في الاجابات اللي انت حضرتك. انا هقول لحضرتك. عليها لا ما فيش. بص يا ابونا. انا ممكن اجيب لك من ابونا تدرس يا عبد الله برضه في اجابات. ثواني يا ابونا. معلش انا بس. انا هكون معك صريح بصراحه، يعني انا شايف منك يعني اخلاق وادب وعندك قابليه تسمع الراي والراي الاخر، فده كويس. طبعا. بصراحه يا ابونا ما في دليل. انا بقول لك ما لا. فين يا ابونا؟ طيب اتفضل. فين؟ ما فيش دليل. طب انا هقول لحضرتك. هقول لحضرتك. انا عندي الانجيل حسب معلمنا متى. ايوه. هجيب لك الدليل اللي هو عامله ابونا تدرس يعقوب ملطي.
وهنقرا المقدمه ان ده اللي هو اللي كاتبه. تحب ولا ما عندكش وقت؟ بص يا ابونا، العمليه مش عمليه استنتاج، العمليه انا مش عمليه استنتاج، ده نقط. ثواني بس، نقط حضرتك وقرائن وادله. دقيقه واحده يا ابونا، دقيقه واحده. اللي انا طبط. عندك دليل داخلي من داخل الانجيل على الكاتب؟ اتفضل، اي دليل داخلي؟ الدليل ده ما حدش قال انا اللي كاتب. لا يا ابونا افهمني، الا انجيل يوحنا بس. ما في انجيل يوحنا. فين حضرتك؟ فين؟ ايه الدليل اللي كاتب يوحنا؟ فين حضرتك؟ التلميذ ما هو قال في الاخر. طيب ممتاز. اخر الانجيل صح، ممتاز، اعتقد اخر اصحاح. اوكي واحده 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 واحده. اذا انجيل متى، مرقس، ولوقا، ما في دليل داخلي. انجيل يوحنا انت تعتقد ان الدليل الداخلي اللي هو انجيل يوحنا الاصحاح 21 العدد 24، تمام ولا انا غلطان؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهد حق. ممتاز. التلميذ هو الذي يحب يسوع. جميل. الله ينور. البابا توادرس بابا الكنيسة قال ان الاصحاح ده مضاف. لو ترجع لاي حضرتك اي كتاب تفسير بيقول لك حتى اصحاح 21 العدد اللي مذكور فيه اسم الكاتب مضاف. 24 25 3. ايه الدليل ان التلميذ الذي يحبه يسوع هو يوحنا؟ اتفضل يا ابونا، ايه الدليل؟ لا ما قال التلميذ اللي هو لما جه سال السيد المسيح على البتاع، قال لك التلميذ الذي كان يتكئ على صدره. انت برضه حضرتك حافظ، انت حافظ الايات كلها. طيب يا ابونا انا هجيب لحضرتك، معلش ثواني، انا عندي. شوف يا ابونا الكلام اللي انت بتقوله، وكان متكئا في حضن يسوع احد التلاميذ كان يسوع بيحبه، تمام؟ ابونا معايا؟ وكان حضرتك انا قوي. وكان متكئا في حضن يسوع احد التلاميذ كان يسوع بيحبه. جميل جدا. ما فين بقى يوحنا بقى؟ ما حد قال ان يوحنا. بص لا بقى قايلين، وحتى لما جه سال السؤال يا هو الوحيد اللي سال، لما قال له لما ساله على على الذي يسلمه، قال له الذي اغمس معه اللقمه. أيوة. وهو الذي يلمني. نعم ده مش كده ولا ايه؟ ايوه صح، ده التلميذ اللي بيحب يسوع. لكن فين الدليل التلميذ اللي بيحب يسوع يوحنا؟ نعم كلامك صح، وكان متكئا في حضن يسوع احد التلاميذ كان يسوع يحبه. هذا هو التلميذ اللي بيحب يسوع. ايه الدليل يوحنا؟ وبرضه هذا التلميذ كان واقف تحت الصليب مع المريمات. صح. طيب لكن ايه الدليل؟ قال له هذه امك وقال له القديسه مريم ده هذا ابنك. انجيل يوحنا الاصحاح 19. جميل جدا جدا. ايه بقى الدليل ان التلميذ ده هو يوحنا؟ ما في دليل، ما عندناش. العهد الجديد كله 27 صفر، ما في دليل ان التلميذ اللي بيحبه يسوع هو يوحنا. ما فيش خالص دليل. مش مكتوب. اذا احنا عندنا اربع اناجيل الكاتبه غير معروفين. طب حضرتك تعرف مثلا على سبيل المثال انجيل متى، لو ترجع مثلا لانجيل متى على سبيل المثال، متى المسكين في كتابه، والكلام مش كلام متى المسكين فقط، ده كلام علماء المسيحيه الكبار، ان انجيل متى اساسا كان مكتوب باللغه العبرانيه، والانجيل المكتوب الان باليوناني مش ترجمه على العبري، والكلام ده موجود في المقدمه ممكن اقراه لك بالصفحه. لا سادة. اثنين. انجيل مرقس متى المسكين كاتب انه معظم تقريبا كل اباء ما قبل نقيا يقولون ان انجيل مرقس ليس من تصنيف مرقس، من تصنيف بطرس ومن لا على مرقس، وممكن اجيب لك الكتاب التفسير واقرا لك اسماء اباء ما قبل نقيا. فما فيش دليل، ما في دليل، العمليه كلها استنتاجات. تاريخ الكتابه برضه استنتاج، ما حد عارف مكان الكتابه، برضه استنتاج، ما حد عارف. اديك مثال، في اناجيل زي مخطوطات ناجي حمادي اللي وجدوها في ناجي حمادي سنه 1945 اعتقد. المخطوطات دي موجوده في المتحف القبطي. الكنيسه لا تقبل هذه المخطوطات، بتقول عليها كتب منحوله او ابوكريفه او ابوكريفه، تمام؟ طيب المخطوطات دي لماذا لا تقبل؟ لان الكاتب غير معروف، تاريخ الكتابه غير معروف. طب ايه الفرق هنا؟ ادانا حتى الاناجيل غير قانونيه
الابونا تدرس يعقوب ملطي. ايوه ادانا احنا جيل غير قانوني زي انجيل يعقوب وانجيل المصيبيين. أيوة. أيوة. وانجيل بطرس وانجيل توما. ايوه نعم نعم كل ده. ايوه قال دي اناجيل غير قانونيه. نعم نعم لكن اهو ابتدى مقدمه ابونا تدرس يعقوب ملطي قال لك على انجيل متى. القديس متى الانجيل هو احد الاثني عشر كان عشان اسم لاوي واسم ابي حلفة رآه السيد المسيح جالسا عند مكانك فقال له اتبعني وقام وتابعه. ده اتكلم عن متى ومتى عن عطية الله. لغة الكتابة يقول ببياس اسقف هيروبليس عام 1118 ان متى حوى التعليم باللسان العبري يا أبونا. وكل واحد فسرها ترجمة كما استطاع. هذا ايضا كما اكده القديس اريانوس أبونا. والعلامة اوريجونس القديس اسان كرولوس الاورشليمي ابيثانيوس أبونا. وأبونا هذا ليس دليل. هذا رأي رأيهم ده مش دليل. انت ما عندك دليل داخلي انك ما فيش مش دليل. ما بقول ما بقول لحضرتك حضرتك واستقر رأي غالبية الدارسين انه كتب بعد انجيل معلمنا مرقس ببضع سنوات وقبل خراب الهيكل اليهودي. طيب. حيث يتحدث عنه كنبوة لا كواقعة. طب يا واحد يا تمت لهذا يقدرون كتابته بالربع الثالث من القرن الاول. دي واحد يا ابونا برضو الكلام ده ثواني يا ابونا انت حضرتك بتقول الدكتور موريس بدروس العلامه الكبير ده درس لك ليه كتاب اسمه مدخل العهد الجديد. اقرا الكتاب بيقول لك ان هذه العناوين اللي ما كانت مخطوطه موجوده على المخطوطات في القرن الاول العناوين مضافه ما كان في عناوين الاسماء دي بقول لحضرتك مكتوب كله وكان شفهي الاول وابتدى يكتب. طيب وانت عارف أنا بس كل هذا محفوظا بالروح القدس ما تنساش يعني ما انت عارف ان الروح القدس كان حافظ كل حاجه يا ما يقدرش. ودليل على كده سمعان الشيخ يا بونا بونا. سمعان الشيخ لما جه يكتب ويقول وجه العذراء تحبل وخالد ابنا وجه سمنوئيل يا بونا ما صدقش يا بونا يا بونا يا بونا دي عارف يا بونا ثواني بس يا بونا انا بكلم واحد عالم مش اي حد. ثواني يا بونا انت حضرتك ارجع لكتاب البابا تواضروس صفحه 66 بقول لك العناوين دي ما كانتش موجوده. العناوين دي اللي اضافها النساخ. انا بقول لحضرتك ثواني بس خلينا نكمل يا بونا خلينا نكمل الاول خلينا نكمل والرابع والخامس ما كانش موجود. خلينا نكمل يا بونا ادي واحد انت اشرت للدكتور العلامه موريس تواضروس. الدكتور العلامه موريس تواضروس نفسه بيقول لك الاسماء دي اتكتبت في القرن الثاني. القرن الاول المخطوطات ما كانش عليها اسماء. ثلاثة الدكتور العلامه بولس الفغالي حاصل على 6 دكتوراه في اللاهوت يقول نفس الكلام المخطوطات ما كان عليها اسماء. اللي اختار الاسماء دي هي الكنيسه يا فندم. الكنيسه اللي نسبت الاسماء يعني انجيل معلمنا متى الكنيسه اللي ايوه ما فيش دليل. ما فيش دليل يا فندم ما في دليل. البابا هو هناك عناوين صفحه 6. انا بقول لحضرتك مفتاح العهد انا بقول لحضرتك اتفضل بقول لحضرتك في بعض الحاجات بتدل على ان الانجيل معلمنا متى وكتبه القديس متى الرسول. ثواني بس يعني اكيد انت اتكلمت دلوقتي على نص العهد القديم على كده. ثواني ببياس اسقف هيروبليس عام كان 118 يعني قريب للعام الاول الميلادي. ثواني بس في العام في ثواني يا ابونا القرن الثاني صحيح ثواني. 118 بيعتبر قرن ثاني. ثواني يا ابونا انت بتتكلم الشفر. الان حضرتك اتكلمت على موضوع موضوع العذراء ومش عارف نسيت اسم اللي انت قلته يعني anyway. سمعان الشيخ سمعان الشيخ سمعان الشيخ ثواني القصه دي يا ابونا انت عارف القصه. ثواني بس دي موجوده الان يا سيد تطلق عبد بسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي عبدته من جميع الشعوب نورا تجل لام مجدا لشعبك اسرائيل. ثواني يا ابونا الصلوه دي ثواني يا ابونا ولا مش معايا ثواني ابونا انت بتعرف عبري يا ابونا؟ لا الكلمه باللغه العبريه الما او علما. تعرف الكلمة معناها ايه يا ابونا؟ لا معناها امرأة صغيرة يا ابونا. الكلمة تعرفها باللغة العبرية يا ابونا باتولا زي بالعربي باتول. الكلمة باللغة العبرية الماء
يعني امرأة صغيرة. النص العبري ما فيهوش عذراء، ما فيش عذراء. اقول لحضرتك ليه؟ طب ما انت كويس انك قلت لي الكلمة دي، لان قال ايه؟ نسل ايه؟ نسل ايه؟ نسل ايه؟ المرأة يسحق رأس الحي. لا لا لا، مش قال كده؟ لا انت بتتكلم على التكوين، احنا ما بنتكلمش على التكوين، بنتكلم على لا، ما انا بعد انا بجاوب لك الحته دي من التكوين. لا لا لا. عشان كده لما كان بيقول لها يا امراه، لا يا امراه، الناس بتزعل. ايه يا امراه؟ يقول لهم يا امراه، ما هو عشان يذكرهم ان نسل المراه هو انا نسل المراه اللي هسحق راس الحي. يا ابونا معلش الحته دي، ثواني يا ابونا، انت خلطت حضرتك ما بين لا ما خلطتش. ثواني بس يا ابونا، حضرتك ثواني مشكك في كلمه عذراء. لا لا انا مش مشكك، انا رجعت للاصل العبري، مفيش تشكيك. طب انا جاوبت لحضرتك ليه قال مراه صغيره؟ يا فندم على اساس ان نسل المراه يسحق راس الحيه. يا ابونا هي دي اللي جايه عليها النبوه. اللي انا بقول لك عندك في اشعياء، انت بتقول لي في التكوين 3:15، ايه اللي دخل ده بده؟ اشعياء بيتكلم على امرأة صغيرة والمرأة انت بقول لحضرتك الكتاب المقدس وحدة واحدة يا استاذ، ولا انا غلطان؟ يا ابو يا انا اقول لحضرتك شيء، انا اقول لحضرتك انت حضرتك، هل انت في اختلاف بين العهد القديم والعهد الجديد بالنسبة للمسيح؟ طبعا في اختلاف كبير جدا جدا. اديك على سبيل المثال، اديك على سبيل المثال، فين في العهد القديم التثليث؟ فين؟ فين التثليث؟ فين التثليث؟ ده من اول حاجه التثليث. فين؟ اتفضل قول يا ابو من سفر التكوين. فين؟ من سفر التكوين. فين التثليث في العهد؟ من سفر التكوين. فين؟ طيب اديني النص. لما بيقول لك ايه؟ اتفضل. طلع ست التكوين الصح الاول. ايوه اتفضل. ها؟ اتفضل فين؟ اتفضل. اهو انا هقول لحضرتك. ده كويس ان حضرتك، يبقى انت حضرتك مش شاكك في التثليث ولا ايه؟ مفيش تثليث في يسوع نفسه. يسوع نفسه اهو، اتفضل حضرتك ارجع الى انجيل مرقس الاصحاح. يا حبيبي يا حبيبي في البدء خلق الله السماوات والارض. نعم. وكانت الارض خاربه وكاليه على وجه الغمر ظلمه وروح الله، يبقى اهو هنا فين ايه؟ روح الله يرفع على وجه لا لا وقال الله، يبقى كلمه الله اهي يا فندم ليكن نور. الثلاثة موجودين. لا 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 مؤاخذة يا ابونا، لا مؤاخذة، مع احترامي لك يا ابونا، الكلام اللي انت بتقوله انت حضرتك بتستنتج ثلاثة، معنى ثلاثة يبقى في تثليث. انت عارف الكلام ده خطير جدا يا ابونا. ليه؟ عارف معنى انت عارف تثليث يعني ايه؟ احنا بنقول تثليث يعني ايه؟ ثواني بس يا ابونا، الله الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه. ثواني يا ابونا، ثلاث آلهة احنا بنقول. لا ما هو كده، ما هو عشان كده بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اولا اله واحد. بص يا ابونا، انا عايش في امريكا وبدخل جميع الكنائس كلها، ولكن ما في اي كنيسه في امريكا بتقول واحد امين الا الكنائس العربيه. كلمة إله واحد أمين ده كنائس عربية. أمال بتقول إيه؟ باي ذا نيم أوف ذا فاذر ذا سان أند ذا هولي جوست أمين. باسم الأب والابن والروح القدس أمين. مفيش حاجة اسمها إله واحد أمين. إله واحد أمين إضافة أضافها. وان جاد. لا مفيش وان جاد. ما في، أنا بقول لحضرتك أنا بقالي في أمريكا بتاع 40 سنة مفيش حاجة اسمها وان جاد. مفيش يا أبونا. ادخل حضرتك ادخل على اليوتيوب. أنا مالي بأمريكا. أنا مالي بأمريكا، أنا ليا دعوة بالإسكالانتو. طيب. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا كمسيحيين احنا برضه استلمنا من الكتاب المقدس، استلمنا من التقليد. فين؟ طيب فين التقليد؟ احسنت التقليد. وباطلا يعبدوني هم يعلمون تعليم تقليد هو تقليد الناس. احسنت. لا مش تقليد الناس، امال تعليم تقليد مستلمينه من الاباء. ايوه ما هو مستلمينه من اباء الرسل. ايوه وباطلا يعبدوني هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس مش يسوع. انا هديك مثال على الكلام. اولا ما فيش حاجه اسمها تثليث، ومن كلام يسوع ارجع حضرتك لانجيل مرقس الساعه 12 العدد 28، فجاء واحد من الكتبه علماء اليهود وسمعوا يتحاوران، فلما راى انه ادبه حسن يسوع جاب اجابه اي وصيه هي اول الكل. ماذا قال؟ لماذا لم يقول اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين؟ ماذا قال؟ جماع اسرائيل ادوناي الوهينو ادوناي احد. اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد واحد، حتى الترجمه العربيه بتقول احد الاحد.
فأجاب يسوع الأول للوصايا اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. وثانيها مثلها، تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قل، لأن الله واحد. واحد، الترجمة العربية الأخرى زي الترجمة العربية المشتركة، الترجمة الأسيوعية، الترجمة الكاثوليكية، الترجمة البولوسية المبسطة، الأحد يعني واحد أحد، لأن الله واحد وليس آخر سواه. ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات. سأل يسوع ما هي أول الوصايا؟ قال لا إله إلا الله الآب. الراجل بعد ما سأل قال له نعم بالحق قلت، لأن الله واحد ليس آخر. ثم بعد ذلك فلما رآه يسوع إنه أجابه بعقل، ماذا قال له؟ لست بعيدا عن ملكوت الله. لماذا؟ لأن الكاتب قال لأن الله واحد ليس آخر. ما فيش تثليث يا ابونا، لو في تثليث كان يسوع قال. أنت بتقول خلي بالك آخر، فيش تثليث؟ فين تثليث؟ فين يعني التثليث؟ يعني انا اقول لحضرتك، يعني انت بتؤمنش ان السيد المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو عظيم هو سر التقوى. اولا كلمه الله غير موجوده في اقدم مخطوطات وصحاح، والكلام ده لا يا فندم. لا حضرتك شتيت خالص. لا انا اهو بص، لا حضرتك انت حضرتك دارس النقد النصي يا ابونا، انت دارس النقد الكتابي. كلمة الله مش موجودة يا أستاذي العظيم، مش موجودة كلمة الله. أين عايز أقول لحضرتك حاجة، امسك في الكتاب المقدس واربط العهد القديم والعهد الجديد، ممتاز، هتجد التثليث وهتجد كل حاجة. أي كتاب مقدس أبونا؟ أي كتاب مقدس؟ أشعياء قريت ثواني. أي كتاب مقدس بتتكلم عليه؟ عندك الكاثوليك 73، عندك المخطوطات القبطية 75، أربع مخطوطات، عندك الكنيسة الكاثوليكية 93، الكنيسة البروتستانتية 66، الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية 81، الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية 75، الترجمة البسيطة أو البسيطة 68. أي كتاب مقدس هو كلام الله؟ 73، 75، 81، 66، 68، أيهم؟ أيهم؟ أي نسخة؟ لا او انا بقول لك اشعياء التاسع معايا. انا اي نسخة كلام الله؟ اي نسخة؟ 73، 75، 81، اي 66، 68، اي نسخة؟ اشعياء التاسع. انا بسألك، انا بقول لحضرتك اي نسخة كلام الله؟ يقول بلا ولدا. دخلت على موضوع ثاني. كمل. ونعطي ابنه وتكون الرئاسة على كتفه. تمام؟ تمام حضرتك؟ طيب فين بقى؟ كمل. فين بقى يسوع بقى؟ فين يسوع بقى في النص؟ فين يسوع في النص؟ يا حبيبي يا حبيبي، لأن يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إله قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أبديا رئيس السلام، ممتاز. ولا يكون ممكن قضاء، ممتاز ممتاز. ثواني اللي اتولد سوالي. يعني الله ظهر في الجسد، يعني سوالي. ظهر انت جسد يا فندم يا لا 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 يا ابونا. لا 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 حضرتك، لا لا لا، انت ارجع للتفسيرات اليهوديه. اولا النص ما فيهوش يسوع. لو ارجع للتفسيرات اليهوديه بيقول الكلام ده على احذيه، ما على يسوع. اثنين، النص بيقول تكون الرئاسه على كتفه. يسوع ابدا ما كان رئيس. يسوع يقول مملكتي ليست من هذه العالم، ويدعو اسمه عجيبا. اسمه مش عجيب، اسمه يسوع. ليه اسمه يسوع؟ ارجع لانجيل متى 1:21، لانه يخلص الشعب من خطاياه فقط. الها، هل يسوع اله؟ الم يقول يسوع يقول لنا، متاسف، يسوع يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، انا انسان. الم يقول بولس، لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. ألم يقول بطرس أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنعها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون. ألم يقول تلاميذ عمواس المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدر عند الله والناس؟ ألم يقول يسوع أن الأب هو الله وحده؟ إنجيل يوحنا 17:3
وهذه الحياة الأبدية، أن يعرفوا الآب أنك أنت الإله الحق وحدك. كيف يكون يسوع هو الله والأب هو الله وحده؟ كيف؟ كيف؟ لا حبيبي، لا أذاكر كويس، أذاكر كويس، أنا آسف، أذاكر فين كويس؟ أذاكر كويس. يسوع المسيح هو إله تجسد، فين الكلام؟ هو سر التكوين، الله أرى في الجسد. طيب يا أبونا، الوقت المسيح عندما سأل رئيس الكهنة، طبعا انت ما بتعرفش ولا عبري ولا بتعرف يوناني يا ابونا، سالوا انجيل يوحنا الاصحاح 18 عدد 19، وسال رئيس الكهنه يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. كلمه تعليمه باللغه اليونانيه ديداخي، وكلمه ديداخي تعني تعليم، عقيده، معتقد، او العقيده الذي علمها يسوع. تاني، تعليم، عقيده، معتقد، او العقيده الذي علمها يسوع. ما قال يسوع؟ انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لما اتكلم بشيء. اذا كان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لابد اقول انا الله الظاهر في الجسد. المسيح يقول من فمك ادينك او الكلب الشرير. اذا كان يسوع هو الله الظاهر في الجسد، اجيت قال انا الله الظاهر في الجسد. يسوع يقول ايه؟ ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لابد ان هو وصاه، قال انا الله الظاهر في الجسد. حتى بولس يقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه، نسوت، لاهوت، تجسد، انظروا الا يكون احد يسبيكم بغرور باطل. حتى في تقليد التقليد، تقليد الاباء اللي احنا مستلمينه الاباء حسب اركان العالم وليس حسب المسيح، لابد يكون كلام المسيح. بولس يقول الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. ابونا، أين قال المسيح أنا الله الظاهر في الجسد؟ أين قال الله؟ سلام يا حبيبي. أين قال الله؟ أين قال يسوع؟ يا حبيبي يا حبيبي، أنت لا، ما الروح القدس يحل عليك وقوة اللي تظللك. أين قال يسوع أنا الله الظاهر؟ طيب قدوس. طيب اهدى اهدى بس يا ابونا، اهدى. الكلام اللي أنت بتقوله عشان تعرف اللي بيكلمك راجل دارس. الكلام اللي أنت بتقوله في إنجيل لوقا الإصحاح واحد، الإصحاح واحد ومن العدد 28، الكلام ده، هذا ليس سؤالي. سؤالي اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد؟ النص بيتكلم ان الملاك جبرائيل زار مريم، فدخل اليها الملاك قال سلام لك ايتها المنعم عليها، الرب بعت مباركه انت في النساء. قفل التليفون. نكلمه مره تانية يا شباب. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. مرة ثالثة عشان التسليس. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك. الراجل الصدم، الراجل الصدم، الراجل الصدم. طيب نرجع للبيانات ان شاء الله. ثواني بس، ثواني بس، ثواني. القمه دميان كنيسه ماري جيرجس ابو الفرج شبرا القاهره، الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. القمه دميان كنيسه ماري جيرجس ابو الفرج شبرا القاهره، الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اسماء اول مره اسمعها في حياتي، اعذرونا يعني.